رفح اليوم يعني اجتياحها هدنة أم ما هو السيناريو المتوقع خلال هذه الأيام المرتقبة؟ الواضح أننا أمام تصعيد وبشكل مراحلي، أو نعتبره في إطار ما تحدث عنه الأمريكي وهي العملية المحدودة، ولكن هذه العملية المحدودة يراد أن تسمى بالعملية المحدودة حتى لا تغضب الساحة الدولية والرأي العام الدولي، حتى تكون محاولة لتخدير المواقف العربية الرسمية والشعبية، وأيضا تفاديا لعدم وجود تحقيق للأهداف. يعني إذا انتهت العملية المحدودة، وأقصد هنا العملية المحدودة أنه رفح كلها ولكن بتدرج مراحل، ويريدون تسميتها محدودة حتى يقال أننا حينما لم ينجزوا أي هدف يقولون أنه لم يكن هناك اجتياح واسع. هكذا تريد أمريكا وإسرائيل ترتيب المشهد في داخل رفح. لماذا التصعيد؟ لأن الإسرائيلي لديه قرار عدم وجود أي ضمانة لوقف إطلاق النار، وهذه الضمانة مطلوبة، باتت من الأمم المتحدة، باتت من الدول الوازنة في العالم، والإسرائيلي لا زال يصر على أنه يريد استعادة الأسرى الجنود والضباط، ومن ثم استكمال الحرب. وهكذا نصل إلى منطقة تعتبر ميتة، وليست فقط جامدة كما تحدث الوزير الخارجية القطري، هي منطقة ميتة لا يسمع فيها إلا أصوات الاستغاثات والإبادة المستمرة، دون أن يكون هناك تحريك للمشهد السياسي لوقف الإسرائيلي، ونحن أمام تصعيد لا يستهان به في الساعات والأيام القليلة القادمة. طيب سيد محمد، العراق والأمم المتحدة أيضا يعني حذروا من كارثة عسكرية أيضا في حال الهجوم على رفح، يعني هل هذا بالفعل ستكون له تداعيات كارثية إنسانية وسيكون أيضا خطا يعني خطرا استراتيجيا؟ برأيك اليوم باجتياح رفح ماذا سيكون؟ نعم، سيكون شيء خطير جدا. أولا ملف الأونروا، التعاطي معه بهذه السادية وهذا الاستهتار من قبل الإسرائيلي هو يؤكد أن الإسرائيلي لا يريد ملف الفلسطينيين كلاجئين أن يبقى في المشهد وفي الصورة. ثانيا إلغاء الحالة الدولية في غزة وبالتالي إخفاء الجريمة، هذا ما قامت به إسرائيل مع الأمم المتحدة في شمال ووسط غزة، واليوم تقوم به مع رفح، لأن الدول والخارجية الدول تأخذ المعلومات الرسمية الموثقة إما من وزارة الصحة الفلسطينية أو من الأمم المتحدة، فتغييب المؤسسات الدولية وضرب المنظومة الصحية الفلسطينية سيفقد العالم التقارير الصحيحة والدقيقة عن المشهد، وبالتالي هذا يعتبر تمهيدا لإجراء كما حدث في شمال ووسط غزة. بالإضافة لما حذرت منه العراق وتحذر منه الأمم المتحدة، هناك واقع بات ملموس ومشاهد أن الإسرائيلي لديه قرار الحرب والإبادة المستمرة، لا يأبه لمحكمة العدل الدولية، لا يأبه حتى للردع الدولي والعلاقات وقطع العلاقات وكذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي المطلوب الآن بات وعلى مقدمة وعلى أعتاب القمة العربية أن تكون الأمور واضحة جدا للعرب بقرار مركزي فاصل يردع الإسرائيلي، غير ذلك نحن أمام الكارثة المتجددة.